What Iran's proxy Hamas was about was to stop حماس التي تعمل بالوكالة لصالح إيران تريد إيقاف التطبيع مع إسرائيل ومنع توسيع اتفاقات إبراهيم. إن أي شيء يمكننا أن نقوم به لتقوية التطبيع ومنح الإسرائيليين والفلسطينيين الأمل في السلام من خلال العمل مع الدول العربية المعتدلة التي تجمعنا بها علاقات مميزة، خاصة السعودية، فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. كل ذلك سيقوض قدرة إيران ووكلائها على التأثير في المنطقة. أعتقد أن العالم العربي مستعد لاتفاق أمني بين السعودية وإسرائيل. أعتقد أن ما يمكن أن ينتج عن وضع سيء للغاية هو تحول نوعي في الشرق الأوسط، تحالف جديد لم نكن نتوقع أن نراه يوماً بين السعودية التي تمثل العالم العربي والإسلامي وإسرائيل ضد إيران ووكلائها. أعتقد أن نتنياهو رهينة للقوى اليمينية في تحالفه، يجب أن يفكر في تركته السياسية. يمكن أن يتم تذكرك كرئيس وزراء في زمن الحرب أو رئيس الوزراء الذي جلب السلام للشرق الأوسط. هناك إمكانية حقيقية لأن ينخرط السعوديون في اتفاق مع إسرائيل، ومن ثم ستنضم دول مسلمة أخرى. سيعزل ذلك حماس وإيران ويوفر أفضل الظروف للسلام. يتحدث الرئيس بايدن عن توفير بعض الضوء في آخر هذا النفق المظلم من خلال تحقيق الأمن لإسرائيل، بما في ذلك من خلال التطبيع مع السعودية والدول العربية، ولكن أيضاً من خلال دولة فلسطينية تمكن الفلسطينيين من العيش بكرامة. دعونا نتذكر إلى أي مدى ذهب رئيس الوزراء نتنياهو لمنع حصول ذلك، بما في ذلك من خلال تقوية حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية. لطالما عارض نتنياهو اتفاقات أوسلو وحل الدولتين، تحالفه الحكومي الحالي يريد أن تضم إسرائيل كامل الضفة الغربية. يجب أن ننظر بوضوح إلى كل العوامل المتداخلة. إيران هي مصدر كل الشرور، وهجوم 7 أكتوبر كان في جزء منه محاولة لإيقاف مساعي التطبيع بين إسرائيل والسعودية. أدعم جهود إدارة بايدن وأريد أن أشكرها على الملأ على مواصلة الدفع من أجل تحقيق التطبيع بين إسرائيل والسعودية. سأبذل قصارى جهدي كجمهوري لمساعدة الرئيس بايدن على تحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهو ما سيقود إلى عزل إيران وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وسيكون من نتائجه توفير مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني. إذا كنا نستطيع إيجاد طريق نحو مصالحة واعتراف متبادل بين إسرائيل والسعودية، سيكون ذلك أهم تقدم يبنى على اتفاقات إبراهيم. لكن ولي العهد السعودي واضح بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وأن يكون هناك طريق من أجل تقرير المصير الفلسطيني. ما أتمناه فقط هو أن تقر الحكومة الإسرائيلية باللحظة التاريخية التي نعيشها.